أيها الأحباب، اعلموا أن في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجا من كل أزمة وخروجا من كل محنة. إنها الإكسير، الصلاة على الحبيب. نعم، لقد اتصل بي شخص من أهل المدينة المنورة يسألني عن حوار دار بينه وبين إخوانه حول أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: إن كنت تريد من السؤال المقارنة بين القرآن وبين الصلاة فكلام الله أفضل شيء، كلام الله. أما الصلاة على النبي فهي من حيث إنشاؤك. أما إذا كنت تريد بالسؤال المقارنة بين اشتغالك بالتلاوة أو بين اشتغالك بالصلاة، أقول لك إن الاشتغال بالصلاة له من الفضل ما لا يكون مترتبا على التلاوة، وذلك أنك إذا قرأت القرآن فلك بكل حرف 10 حسنات. ثم بين المعصوم الحرف، حد الحرف بقوله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذه 30 حسنة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن صليت عليه مرة صلى الله عليك بها 10، وصلاة واحدة من الله تعدل كل الثواب. إذن الصلاة عليه من أعظم أسباب الفرج، من أعظم أسباب الفرج. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نعم، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أما الصلاة على النبي فهي مقبولة ولو من فاسق، لأن الحظ فيها له صلى الله عليه وسلم. وأنت إنما تستوجب بها شفاعته، شفاعة المعصوم صلى الله عليه وسلم. يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أكثروا من الصلاة على النبي، وستكون الماحية لكل قطيعة بينكم وبين ربكم، ستكون الكاشفة لكل غمة، ستكون المفرجة لهذه الأزمة. فقد جاء في مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. قال أبي: يا رسول الله إني أكثر الصلاة، أي أكثر الدعاء، فكم أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي، كم أصلي عليك؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. النصف. ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، لا أطلب لنفسي شيئا، بل أظل أصلي عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك.